المشاركة السياسية للشباب هي كتير مهمة عنا بلبنان لأنه هن المحرك للبلد. يعني نحن عنا أكتر فئة شبابية بلبنان وما عم يمثلوا صوتهم، كيفين يشاركوا أول شيء بكل بساطة بالتصويت؟ نحن لازم نعمل لوبينج لنخفف خفض سن الاقتراع يصير عمره 18 ونخفف سن الترشح يصير عمره 21. لازم يكون واحد مثقف بيعرف بتاريخه، بيعرف بالصوت اللي هو عم يدلي فيه، بيعرف هو كيف بده يتعامل مع هذه الحياة السياسية. لأن الحياة السياسية هي مش بس أنت عم تقرأ كتاب، هي ممارسة. بيتعلم كيف يعملوا advocacy، يعرفوا يعملوا lobbying، يعرفوا كيف يتحاوروا مع الشخص الآخر. فيهم يشكلوا مجموعات ضغط، يصوتوا هن، يعملوا مجموعات انتخابية هن، يحطوا حالهم يرشحوا حالهم. الشباب بيقدر يكون لهم دور فعال بالمجتمع. أول شيء من خلال برلمان الشبابي اللي تم انتخابه تبين كتير أنه كان له صوت كتير كبير هالمرة بمجلس النواب، وثانياً عبر البرامج، كانت برامج تلفزيونية أو برامج توعوية. ضرورة انخراط الشباب دايماً بكل النشاطات وبكل المعاهدات والاتفاقيات. نحن هلأ عنا أكسس على السوشيال ميديا كتير كبيرة، ففيهم يعملوا مثل جروبس كامبينز، شغلات بينهم بين بعضهم ليقدروا يوصلوا صوتهم أو فكرتهم للرأي العام. من خلال التصويت الترشح بأندية مستقلة، من خلال المناصرة، من خلال يحكوا عن حملات بتهمهم، إن كانت حملات جندرية، سياسية، اقتصادية واجتماعية.